بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثالثة، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة معادنا مع المحاضرة الأولى في مادة Instrumental and Applied Analysis 2. المادة إن شاء الله بتتكون من 3 شابترز. الشابتر المهم والرئيسي فيها الكروماتوغرافي، الشابتر الثاني Water Analysis، الشابتر الثالث Analysis of Fats and Oils. أنا بإذن الله هديكم الكروماتوغرافي، دكتور أحمد خورشيد هديكم الفات والأويلز، دكتور وسام الأوسي هتديكم الـ Analysis of Water Analysis. المادة طبعا زي ما انتم عارفين من 150 درجة، 90 ريتن، 45 عملي وعمل سنة، 15 أورالي. زي ما قلت لكم أهم شابتر في الانسترومنتال أناليسيس، أهم شابتر في الانسترومنتال أناليسيس كله الترم الأول والترم الثاني. الهيستوري بتاع الكروماتوغرافي، في سنة 1903 جه عالم روسي اسمه تسويت، عالم نبات روسي اسمه تسويت، ال invented الكروماتوغرافي، اخترع الكروماتوغرافي. ازاي؟ جاب كولم ازاز ووضع في الكولم ده كالسيوم كربونيت وسكروز ميكشر، حطه في الكولم، وجاب عنده بيجمنت بلانت بيجمنت اصباغ، بيجمنت معناها صبغه او الوان من النباتات زي الكلوروفيل والزانسيلوفيل الزانسوفيلز، حطه في الكولم ده، وجاب سوليوشن سولفنت وضاف السولفنت على السوليوشن. الكولم الازاز ده، العمود الازاز ده فيه حنفيه زي السحاحه بتاعتنا، زي السحاحه بيشتغل بيها في المعمل في البيرومتريك اناليسيس، وبدا يفصل المركبات الموجوده في البيجمنتس دي على الكولم ده، بدا يفصل المركبات الموجوده على الكولم في البيجمنتس دي على الكولم، بدات تتصل معاه على هيئه زونز، كالرد زون، الوان طبقات ملونه مفصوله عن بعضها. عشان كده سمى التكنيك ده كروماتوجرافي. كروما جاي من كلمه اليونانيه، كروما اليونانيه معناها كالر. ده كان بدايه الكروماتوجرافي. جه في سنه 1952 عالمين مارتن وجيمس عملوا حاجة بخاص بقى التكنيك بتاع الكروماتوجرافي، تعرف دلوقتي خلاص الفصل عن طريق كولم، كولم ومادة جوه الكولم والسوليوشن والسامبل بتاعتي بيتفصل. عمل تكنيك تاني اللي هو اسمه جاز كروماتوجرافي، يعني فصل الغازات. ده بستخدمه في فصل المركبات الفولاتايل، مركبات الفولاتايل. في سنة 1956 جه عالم روسي اسمه شتال، سوري، عالم ألماني اسمه شتال أو ستاهل أو يستاهل أو زي ما يتسمى، نحفظه كده وخلاص الاسم ده شتال، عمل تكنيك جديد اسمه Thin Layer Chromatography. Thin Layer Chromatography استخدم برضه في فصل المركبات الصيدلية أو الألوان، حاجات اللي هي الفليفرز، المواد بتاعت الطعام وكده الأطعمة. بعد كده تطور علم الكروماتوجرافي لحد ما ظهر لنا الجهاز الجديد والخطير اللي هو الهاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي، هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي او ال HPLC. الهاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي ده خلاص هو التكنيك الاوسع استخداما في الكروماتوجرافي، بس مش قايلين مين العالم اللي طوره. الكروماتوجرافي the most powerful non-destructive، بيستخدم في استخدامات عامة كتيرة في separation and identification and determination بتاعت الكيميكال كومبوننتس في الخلائط وفي المخاليط. بستخدم كروماتوجرافي في ايه؟ اما في الدراج اناليسيس او في الميتابولايتس في البيولوجيكال فلويدز. ليه بستخدم الحاجات دي في الميتابولايت ده بالذات؟ لانه الكروماتوجرافي the most sensitive تكنيك،
طريقة حساسة جدا بتقيس للمركبات بتركيزات صغيرة جدا. نسمع عن التركيزات، احنا نسمع عن المايكرو، نسمع عن النانو، نسمع عن البيكو، ونسمع عن الفيمتو. فالفيمتو مولز تركيز كونسنتريشن من الدرج، يعني 10^15 تركيز من الدرج، تركيز صغير جدا فاقدر اقيسه. وزيك حتى في الطب الشرعي بيستخدموا الكروماتوجرافيك تكنيكس دي اتش بي ال سي مع يوزنج ديفرنت ديكتورز فلوريسنس يو في ماس ماس الكتروكيميكال ديتكتورز، ممكن كيمي ليمينيسنت ديتكتورز بيستخدموها في الايدنتيفيكيشن بتاع الكومباوندز تو. فعشان كده هو ذا موست سنسيتيف، حساسه جدا في الطب الشرعي زي ما قلت لكم بيستخدموه في الكشف عن التركيزات بتاعت السموم في جسم الانسان، في البلازما، في البروتين، في السيرم، في الفيسز، في اليورين، في الميلك، في الهير. بيستخدموه لان التركيزات في البيولوجيكال فلويدز او في الميتابولايتس تبقى صغيره جدا جدا، فعشان كده عايزين طريقه حساسه جدا عشان يقدر يكتشفوا بيها السمول كونسنتريشنز دي. طيب الكروماتوجرافي ده، الكروماتوجرافي فيزيكال سيباريشن ولا كيميكال سيباريشن؟ فيزيكال سيباريشن ولا كيميكال سيباريشن؟ هل الفصل بيتم عن طريق تفاعل كيميائي بيحصل، ولا خاصية فيزيائية، أو عن طريق physical separation؟ الكروماتوغرافي physical separation ما بيتمش فيه تفاعل كيميائي، ولكن بيحصل عن طريق اختلاف ال distribution بتاع المادة بتاعتي between two immiscible phases، بين طورين لا ينتزجان، مادتين لا تمتزج، stationary phase والموبايل phase. سيشن الفيزا وطور الثبات اللي احنا قلنا في كلمة سويتس، قال السويت عمل ايه؟ كالسيوم كربونيت وسكروز، حطهم جوه الكولم، دي بودرة حطها جوه الكولم، البودرة دي ما بتتحركش ثابتة في الكولم، سميناها ستيشنري فيز او ادسوربنت، المادة امتص عليها السامبل بتاعها. سيشن الفيز ده بيتكون من بورس ماتيريال او بورس ميديا، سوليد بورس ميديا، بورس بارتيكل زي السيليكا، تتحركش نموفين، بتبقى موجودة السيليكا دي عندي إما في شكل كولم زي ما قلنا كولم الإزاز بتاع السويت، أو في شكل بيد، بيد هتبقى موجودة على هيئة سرير، لأ البيد معناها حاجة فلات يعني حاجة مستوية كده زي البنش عندي زي الترابيزة، فلأنه موجود على هيئة بيد اللي هو الثين لير كروماتوغرافي. الموبايل فيز أو الإليوانت ده بيبقى ليكويد سولفنت أو ميكشر من أكتر من سولفنت، بيتحركوا خلال الاستيشنري فيز ده وبيفصلوا لي الماده بتاعتي حسب البولاريتي، يعني الخاصيه بتاعتي اللي بفصل بيها هنا في الكروماتوجرافي البولاريتي، البولاريتي بتاعت المركبات على اساسها بيتم فصل المركبات عن بعضها. ده الفيجر ده بتاع السويت، الكولم الازازه اهو في على الشمال خالص ده اللي هو فيه السكروز والكالسيوم كربونيت، بعد كده عمل السامبل بتاعت البيجمنتس، بعد كده بنستخدم موبايل فيس سيستم بتاعي اللي هيبدأ يفصل المركبات على حسب الألوان بتاعتها. أول ما حط أول ما ضاف الموبايل فيس بدأ يتحرك الموبايل فيس جوه وفتح السنبور تحت، بدأ الموبايل فيس يفصل المركبات بتاعتي على حسب البولاريتي. خدنا قاعدة في الثانوية أو في الكلية اللي هو like dissolves like، المادة بتدوب الحاجة اللي شبيهة بيها، بولر يبقى هيدوب ياخد الحاجات البولر معاه، نون بولر يبقى ياخد الحاجات النون بولر. classification of chromatographic methods، اما الحاجة حسب الستيت او حالة التو فيزز اللي هو الموبايل والستيشنري فيز. الموبايل ده معروف ان هو ليكويد او ممكن يكون جاز زي الجي سي، بيبقى الموبايل فيز بتاعي جاز، فعندي الستيشنري فيز برضو ممكن يكون ليكويد او ممكن يكون سوليد. فلو كان الموبايل فيز ليكويد بسميه، والستيشنري فيز سوليد بسميه ليكويد سوليد كروماتوغرافي، لو كان الستيشنري فيز ليكويد موبايل فيز ليكويد بسميه ليكويد ليكويد كروماتوغرافي. طيب لو كان جاز الموبايل فيز والستيشنري فيز سوليد بسميه جاز سوليد كروماتوغرافي، لو كان الموبايل فيز بتاعي جاز والستيشنري فيز ليكويد بسميه جاز ليكويد كروماتوغرافي. طيب تاني حاجة
حسب الشكل بتاع الستيشنري فيس او الستيشنري بيد، اما يكون بليت بلين او فلات او بيد زي التي ال سي او البي سي او البيبر كروماتوغرافي. بي سي اختصار بيبر كروماتوغرافي، تي ال سي اللي هو اختصار ثين لير كروماتوغرافي. يبقى المفروض المادة تحت الستيشن فيز المفروض على سطح فلات، سواء اما الومنيوم فويل ورق المقاومة بتاع الالومنيوم الموجودة بتاع زي الغطاء بتاع البوتاجازات، او على هيئة ورقة، او ممكن على لوح ازاز برضو، ده اللي هو الفلات او البلين او البيت. او حاجة تانية اللي هو الكولم كروماتوغرافي، اللي هو الستيشن فيز محطوط جوه كولم، مثاله الاوبن كولم كروماتوغرافي زي شفناها في السلايد اللي عدت، او الدي سي كولم والاتش بي ال سي كولمز. ودول في الغالب بيبقى الدي سي كولم ده طوله بيوصل ممكن لحد 100 متر طول بتاع الكولم بتاعي. الاتش بي تي الاتش بي ال سي الطول بتاعه بيتناسب بيبقى من 10 ل 25 سم الرينج الطول بتاع الكولم بتاعي. تالت حاجة according to the mechanism of chromatographic process، طريقة الفصل، الميكانيزم بتاع الفصل. اما بيحصل adsorption chromatography يبقى صورة السيشن فيس وبيرفيس بيتحرك، المادة بيحصلها adsorption على السطح بتاع السيشن فيس، وبيرفيس يبدأ يحركها حسب البولاريتي زي ما قلنا. البولار اذا كان الموبايل فيس بولار بياخد البولار، اذا كان نون بولار بياخد النون بولار بيتحرك بيها. التكنيك الثاني او الميكانيزم الثاني اللي هو البارتيشن كروماتوجرافي. بارتيشن كروماتوجرافي يبقى الموبايل فيس بتاعي ليكويد حصل له ادسوربشن او مخليه محمله على سوليد فيز او سوليد بليت او بيبر، متحمل على شيت او بيبر. يبقى الستيشن فيز بتاع ليكويد محمله على شيت او بيبر. المثال الواضح ليه ده اللي هو البيبر كروماتوغرافي. البيبر مصنوع من السليلوز، الورق بتاعنا مصنوع من السليلوز، فانا بحمل الموبايل فيز الليكويد الستيشن فيز الليكويد على السليلوز ده. السليلوز دي ماده انا مش هتفاعل معاها، بعد كده الموبايل فيز امشيه على الورقه هياخد يحصل له نفس الماده، يحصل لها بارتيشننج، تجزئه بين الستيشن فيز الليكويد والموبايل فيز الليكويد. موبايل فيز ليكويد ممكن يكون الموبايل فيز بتاعي ليكويد او جاز، فالسوليوت بتاع السم بتاعتي بيعملوا equilibration between the essential phase liquid and the liquid or gaseous mobile phase. زي البيبر كروماتوغرافي والجاز ليكويد كروماتوغرافي and the liquid liquid كروماتوغرافي. بيحصل partitioning، المادة تظبط نفسها، المادة بتاعتي بين الموبايل فيز الستيشنري وموبايل فيز سوري الستيشنري الليكويد ستيشنري فيز والليكويد موبايل فيز. بتقسم برضه قسيمة تانية حسب إلى نورمال فيز وريفيرزد فيز كروماتوجرافي. النورمال فيز كروماتوجرافي بيبقى عندي الستيشن فيز بولر، نحفظها دي الستيشن فيز بولر، والموبايل فيز بتاعي نون بولر. الستيشن فيز بولر الموبايل فيز نون بولر. في الفيجر اللي تحت أنا عندي على الشمال الاستيشن فيز بتاعي متحمل بهيدروكسيل جروب، الهيدروكسيل جروب دي بولار جروبس، يبقى كده الاستيشن فيز بتاعي بولار والموبايل فيز بتاعي بيبقى نون بولار. طيب قلنا احنا اللايكس نحفظ القاعده بتاعت اللايك ديزولفز لايك، فانا عندي الموبايل فيز بتاعي بقى نون بولار، يبقى مين هيطلع الاول؟ اكيد المواد النون بولار تطلع الاول، يبقى نون بولار ما يطلع الاول، بعد كده اللي ليه ميديوم بولاريتي، بعد كده اللي ليه higher polarity وهكذا. يبقى بس اهم حاجه عندي اللي هو النون بولر يطلع الاول، موبايل فيز نون بولر فياخد النون بولر يتحرك بيه. الاسنشال فيز بتاعي بولر ونون بولر موبايل فيز، ده اللي هو النورمال فيز. طب الريفرس فيز الكروماتوجرافي العكس بقى، الاسنشال فيز نون بولر موبايل فيز بولر، الموبايل فيز بتاعي ياخد مين؟ هياخد المواد البولر. في الفيجر الاستيشنري فيز بتاعي بيبقى متحمل عليها ميثايل جروبس كتيرة، فميثايل جروب بتزود النون بولاريتي، يبقى مين هيتحرك الأول على الموبايل فيز ده؟ على الاستيشنري فيز ده اللي هو الريفرزد، يبقى المواد البولر، لأن المواد البولر الموبايل فيز بتاعي بولر، فبياخد المواد البولر وينزل بيها.
الابلكيشن بتاعت النورمال فيز والريفرز فيز اناليسيس اوف دراجز في سنجل او مالتي كومبوننت دوزج فورم، وبرضه اناليسيس اوف دراجز ان بيولوجيكال فلويدز. طب هنا في السلايدز الفيجرز اللي تحت دول بيديني اكزامبلز على مركبات ازاي افصلها على مره على الريفرز فيز ومره على النورمال فيز كروماتوجرافي. نبقى فاكرين القاعده بتاعت البولر موبايل فيز والنون بولر ستيشنري فيز، او النون بولر موبايل فيز والبولر ستيشنري فيز النورمال والريفرس فيز. انا عندي الموبايل فيز في رون نورمال بيبقى نون بولر، ستيشنري فيز بولر، يبقى النون بولر موبايل فيز هياخد مين الاول يطلع معاه؟ ياخد المركبات النون بولر. انا عندي مثال زي الانثراسين، نفتالين، بنزين، التلاتة نون بولر مركبات زي ما درسناهم في العضوية، ولكن البولاريتي بتاعتهم مختلفين عن بعض. يعني البنزين اقل في النون بولاريتي عن النفتالين، اقل في النون بولاريتي عن الانثراسين. فالانثراسين مور ذا موست نون بولر، بعده النفتالين، بعده البنزين. يبقى على النورمال فيز مين يتوصل الاول؟ من الموبايل فيز في النورمال فيز نون بولر موبايل فيز بياخد النون بولر هو الانثراسين الاول يتحرك بيه، بعده النفتالين، اخر واحد البنزين. وعلى العكس صحيح في الريفرس فيز، البنزين يعتبر اكتر واحد بولر بالنسبه لهم، بولر بالنسبه لهم، فيطلع هو الاول، بعده النفتالين، بعده الانثراسين، وهكذا. طيب كل ما تزيد الانثال جروبز على المركبات بتبقى عندي بتزود النون بولاريتي. تاني تكنيك عندي اللي هو الايون اكستشينج كروماتوجرافي. ايون اكستشينج كروماتوجرافي، ايون اكستشينج من اسمه يعني كده انه احنا بنفس المركبات اللي ليها تشارج، تشارجد مولكيولز او تشارجد ايون، تشارجد ايون. فانا عندي يبقى كده عندي بفصل المركبات اللي تشارجد، يبقى المركبات اللي تشارجد عندي تبقى اما بوزيتيف تشارج او نيجاتيف تشارج، اما مركبات اسيديك او مركبات بيزك. الريزن الراتنج دي مادة انرت بحمل عليها الفانكشن جروبز اللي هتفصل لي المركبات حسب التشارج بتاعتها. مثلا لو عندي دراج بوزيتيف تشارج عشان هفصله على الكولم، يبقى عشان يمسك في حاجة على الكولم ده يبقى عايز حاجة ايه؟ نيجاتيفلي تشارجد، يبقى على الكولم بتاعي ممكن احمل مادة نيجاتيف تشارج في الكولم بتاعي، بعمل الكولم بتاعي يبقى بالريزن متحمل عليه مواد نيجاتيف تشارج او بوزيتيف تشارج. نيجاتيف تشارج زي السلفونيل جروب، بوزيتيف تشارج زي الكواترنري امونيوم، الكواترنري مثال امين، السيرتيرشري مثال امين، ده عليها بوزيتيف تشارج والسلفونيل جروب عليها نيجاتيف تشارج. طيب اللي عليها سلفونيل جروب او نيجاتيف جروب بسميها كاتايونيك اكستشينج ريزن، كاتايونيك اكستشينج ريزن، عشان افصل بيها مركبات البوزيتيف تشارج، هنا بفصل بيها مركبات البوزيتيف تشارج. طب اللي عليها بوزيتيف تشارج الكوترشري مثال امين، ترى المثال امين او الكوترنري امين، دي بسميها انايونيك اكستشينج ريزن، لانها بتمسك في مركبات السائل اللي ليها نيجاتيف تشارج، الاولاني بيمسك في مركبات اللي ليها بوزيتيف تشارج، فعشان كده ده بنسميه انايونيك يعني بيفصل الحاجات الاناين يعني هو بوزيتيف، او كاتايونيك اكستشينج ريزن عشان يفصل الحاجات الكاتايون البوزيتيف تشارج فعشان كده هو نيجاتيف. طيب الموبايل فيز اللي بستخدمه اللي هو ايكواس بافر. ناخد بالنا من الفلتر في البيوت، الفلتر الشمعه بتاعته عباره عن ريزن متحمل عليه فانكشن جروب اما نيجاتيف او بوزيتيف فانكشن جروب. لو هو عشان كده بستخدم الميه، عشان مثلا عندي الميه فيها كالسيوم ومغنيسيوم فيها املاح الميه عشان ارقيها، بستخدم الريزن بتاعي بيبقى عليه البوث فانكشن جروبس النيجاتيف والبوزيتيف. النيجاتيف عشان تمسك لي الكالسيوم والمغنيسيوم والكاتايونز، البوزيتيف عشان تمسك لي الفوسفيت والاملاح والانايونز والحاجات دي، فعشان كده بنستخدمهم فنسميه الووتر بيوريفيكيشن او الجهاز الفلتريشن في البيت، ده عباره عن
ابلكيشن على الايون اكستشينج كروماتوغرافي. استخدم سيباريشن اوف تشارجد مولكيولز، سيباريشن اوف اند بيوريفيكيشن اوف. هنا عندي امثله برضه نفس الفكره، بفصل المركبات ازاي؟ بفصل المركبات بتاعتي حسب التشارج بتاعتها، اللي فيها تشارج واحده واللي فيها اتنين بوزيتيف تشارج او اتنين نيجاتيف تشارج او تلاته نيجاتيف تشارج حسب التشارج بتاعتي. اللي فيه بوزيتيف تشارج او نيجاتيف تشارج اكتر هو اللي هيمسك اكتر في الكولم، يطلع الاقل. يبقى اللي فيه البوزيتيف تشارج واحده هيطلع هو الاول، اللي فيه اتنين يتاخر بعده، اللي فيه تلاته يتاخر بعد الاتنين. نفس الفكره اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف. عند تساوي للتشارج، عند تساوي للتشارج يعني زي عندنا في اول مثال هنا في السلايد، بوتاسيوم صوديوم ليثيوم، ده بوزيتيف كل واحده فيها بوزيتيف تشارج واحده، مين يفص فيهم الاول؟ بفصل المركبات حسب الدنسيتي او النوكلير ويت بتاعي، الاكتر في النوكلير ويت يقعد، الاقل يطلع الاول عند تساوي التشارج. اختلف التشارج حسب التشارج بقى. فانا عندي في اول مثال صوديوم بوتاسيوم ليثيوم، مين هيطلع فيهم الاول؟ هنا معمول في الفصل معمول البوتاسيوم الاول، الصوديوم بعده، الليثيوم اخر واحد يطلع. البوتاسيوم 39 نوكلير ويت بتاعه، الصوديوم 23، الليثيوم 3، المفروض مين فيهم يطلع الاول؟ هل الفصل ده صحيح ولا غلط؟ المثال الثاني عندك سيلفر زنك الومنيوم، الومنيوم 3، الزنك 2، السيلفر 1. ده مثال واضح لان عندي سيلفر اول اكتر، اقل واحد هيمسك هيطلع الاول، بعده الزنك، بعده الالومنيوم. برضه في الانايون اكسشينج ريزن يعني بيفصل نيجاتيف تشارج، يعني الريزن نفسه بوزيتيف، في عندي الاوكزال الاسيد ميثوكسايد اسمه ده الاسيتيت، عندي الهيدروكسيل، وعندي فلورايد، وهكذا. برضه بقدر افصلهم حسب التشارج بتاعتهم او حسب المولكولار ويت. ميثوكسي، هيدروكسيل، فلورايد، حسب الكيويت بتاع كل واحدة فيهم بعض رسم من الصالي بتاعتهم متساوي. تكنيك بعد كده اللي هو السايز اكسكلوجن كروماتوغرافي. سايز اكسكلوجن، اكسكلوجن معناها ايه؟ مستثنى، يعني حاجة حسب، يعني بقى بفصلهم على حسب السايز بتاعهم. طيب الاستيشن فيزيا بيبقى عندي سيف لايك، احنا عارفين نسمع عن شفنا غربال في بيوتنا، يعني الغربال ده المغرب البيت دي او القمح او كده، فهو شكل السيب بتاعي. فبيفصل المركبات بتاعتي على حسب المولكولار ويت بتاعها، حسب المولكولار ويت بتاعها. اللي مولكولار ويت عالي بيطلع هو الاول، اللي مولكولار ويت اقل بيطلع متاخر. ليه؟ يعني انا عندي الباكن ماتيريال الموجوده على الكولم بتاعي بتبقى بورس ماتيريال، بورس يعني مسميه، في مساميه فيها فتحات، فيها خرور مثقبه. فالمولكيولار ويت اللي هي المركبات اللي هي مولكيولار ويت عالي عالي بتعدي بين البارتكلز دي، بين البارتكلز جنبها تعدي وسطهم وتطلع بسرعه. لا، اللي ليها مولكيولار ويت اقل بتدخل جوه البارتكلز نفسها، المسام بتاعت البارتكلز بتاعت الباكن ماتيريال، فبالتالي بتتاخر شويه، تطلع تخرج مسام البارتكل الاولانيه، تخش جواها، بعد كده تطلع منها على البارتكل الثانيه، على الثالثه، على الرابعه، على الخامسه، السادسه، فهتلاقيها تاخد وقت اطول. ففردنا الخط الاحمر ده، شوف لو فردناه كده هديك مثلا 5 سم 6 سم طول. لو فردنا الخط الازرق ده بتاع السمول بارتكلز هتلاقيه بيطلع حوالي بتاع 10 سم، معنى كده ان ده هياخد وقت اطول. اللارجر مولكيول بتطلع الاول، السمول مولكيولز بتتحرك بعد كده. طيب التكنيك ده او الطريقه دي بقسمها لنوعين، اما جيل فلتريشن او جيل برميشن. اذا كان جيل، اذا كانت الووتر الموبايل فيس بتستخدم ووتر بتسميها جيل فلتريشن، الموبايل فيس بتاعي اورجانيك سولفنت بسميها جيل برميشن. الابلكيشن بقى بتاعت السايز اكسكلوجن كروماتوجرافي اللي هو بيوريفيكيشن بروتين بوليمرسكرايتس والبيولوجيكال بوليمرز، فراكشنيشن بتاع البروتين برضه. مدينا في الفيجر ده السلايدي، مدينا في الفيجر مركبات بفصلها حسب الموكل ويت بتاعها، 100,000، 50,000، 20,000، نقول مين هيتفصل الاول فيهم؟ ابو 100,000 الموكل ويت بتاعه اعلى هيطلع هو الاول. طيب المركبات دي هقدر افصلها على النورمال فيزيولوجي، فيزيولوجي العادي
لا دي ما تنفعش في النورمال والريجيد الفيزياء العادي، لان هي دي مركبات نيوكلير ويت بتاعها عالي عالي، فعايز الكولم ده. في بقى كده التكنيك اللي هو افينيتي كروماتوجرافي. افينيتي كروماتوجرافي، افينيتي كروماتوجرافي ده بستخدمها فصل البايوكيميكال ميكشرز، بايوكيميكال ميكشرز انتيجين وانتي بودي، انزيم وسبستريت بتاعه، وريسبتور والليجند. مثلا انتيجين وانتي بودي، انا الكولم بتاعي بحمل عليه انتيجين بتاع الانتي بودي لحاجه معينه، كده بجيب ديفرنت انتي بوديز وامررهم خلال واعملهم سامبلين. بعد كده اعمل انجكشن، اشغل الموبايل فيز بتاعي، الموبايل فيز هيبدا يفصل له المركبات دي، بس اخر واحد فيهم اللي هو الانتي بودي اللي ماسك في الانتيجين، انه اكتر واحد بيمسك فيه فبيتاخر شويه في الفصل. تمام، اطلع المواد التانية، وبعد كده اخر حاجه افصل بغير الموبايل فيز بتاعي، اقدر افصل بعد كده الانتيجين عن الانتي بودي عن الانتيجين او العكس. بعد كده برضو الانزيم والسبستريت بتاعي، بحمل السبستريت على الكولم، بعد كده احقن الانزيم فيمسك فيه، بعد كده يطلع المواد التانية، بعد كده في الاخر اقدر اعمل ايليوشن الانزيم بتاعي عن السبستريت بتاعه، وده بيستخدم في البايوكيميكال رياكشن. كده المحاضرة الأولى خلصت.